بسم الله الرحمن الرحيم. علوم صف ثاني ابتدائي، درس اليوم كيف تتغير حالة المادة. اليوم بنشوف المادة كيف بتتغير حالتها من شكل لآخر. لكن قبل ما تعالوا الأول نراجع حالات المادة. وش هي حالات المادة اللي احنا درسناها يا شباب؟ حالات المادة ثلاث. أولها الصلبة، ثانيها السائلة، ثالثها الغازية. ممتازين، زي ما احنا كنا حافظينها بالضبط. طب اليوم انا بسأل يا شباب، انا لو معي قطعة ثلج ابي اعرف هل قطعة الثلج هذه ينفع انها تتحول الى عملية سائل، او الى الشكل السائل بمعنى اصح؟ ممتازين، صحيح، ينفع ان المادة الصلبة تتحول الى شكل سائل. تعالوا مع بعض النهاردة ندرس كيف يتم عملية تحول المادة من شكل الى شكل عن طريق اول عملية اسمها عملية التسخين. ما المقصود بالتسخين؟ يعني هل التسخين هذا مادة صلبة فقط او مادة سائلة فقط، ولا ينفع التحويل او استخدام التسخين عشان احول من مادة سائلة لمادة غازية، ومن مادة صلبة لمادة سائلة؟ يلا مع بعض نخطط مع بعض. يبقى اول مفهوم عندي كيف يغير التسخين المادة. طبعا التسخين له عدة حالات، اما يغير المادة اما من صلبة تتحول الى سائلة. دي اول نقطة احنا عايزينها النهاردة. طيب مين يقول لي كيف يا استاذ؟ انا لو معي قطعة ثلج ابيها تتحول الى سائل، وش اسوي فيها؟ احسنتم، نعطيها حرارة بأبطال. نعطيها حرارة، يعني اجيب الجدر بتاعي احطه على النار وارفع درجة الحرارة. مجرد ما ارفع درجة الحرارة بتتحول المادة من الشكل الصلب الى الشكل السائل. طيب العملية هذه تسمى ايه عندنا بقى في العلوم؟ تسمى عملية الانصهار. يعني اكتب كده، عرف الانصهار. يبقى الانصهار تحول المادة الصلبة الى مادة سائلة. طب هل الانصهار فقط يتم في الثلج ولا في برضو معادن؟ احسنتوا، مين يعطيني امثلة على المعادن اللي احنا درسناها يا شباب؟ الحديد، الذهب، الفضة، في معادن كثيرة جدا جدا. لكن قبل الجميع يناظر الشكل الامامي هذا، انا عندي قطعة من الذهب، هذه موجودة في الحالة الصلبة ولا السائلة ولا الغازية يا شباب؟ مين يجاوب؟ في الحالة الصلبة. ابطال، المادة الصلبة اتحولت بالشكل اللي امامك هنا، اعطيتها ان انا دخلتها داخل الجهاز هذا يعطيها درجة حرارة عالية مرة فتتحول الى شكل سائل. يبقى هذا ما يسمى بعملية الانصهار للمادة، من الصلبة تحولت للسائل. يعني انا كده الجليد تحول من صلب لسائل، وقطعة الذهب هذه تحولت من صلب الى سائل. ممتازين، يلا ندير السبورة مع بعض. انا بكتب هنا واحد وبكتب هنا اثنين. ها، مين يوصف ما حدث من واحد لاثنين يا شباب؟ ها، وش اللي صار من واحد لاثنين يا شباب؟ مين يقدر يقول لي كده وش اللي صار عليها؟ الحالة الاولانية هذا الثلج صلب ولا سائل؟ ممتازين، الثلج هنا كان صلب. طيب الشكل الثاني هنا هذا ماء. طيب الماء هذه شكلها صلب ولا سائل؟ سائل. يعني معنى كده ان الصلب عشان يتحول لسائل لازم اعطيه حرارة. ابطال، سؤالي الجديد بقى، مين يجاوب عليا من الابطال؟ خلاص انا عندي الجدر هذا، الشكل الامامي هذا، خلاص اتحولت فيه كل الصلب تحول لسائل، كل هذا بقى سائل. ماذا يحدث عند استمرار رفع درجة الحرارة على السائل هذا؟ وش يصير عليه؟ ها، مين يجاوب يا شباب؟ مين يجاوب؟ احسنتم ابطال، يتم حدوث عملية تبخر. يعني السائل يتحول الى غاز، يبتدي يطلع لفوق شكل بخار مية. يلا نكتب مع بعض، عرف التبخر. يتحول السائل الى غاز. ممتازين يا ابطال، يلا نجاوب مع بعض. مين يجاوب معي اول سؤال؟ ماذا يحدث الثلج عند تسخينه؟ هذا السؤال الاول، مين يجاوب معي؟ الثلج لما سخنه يتحول لايه؟ ها،
الثلج يتحول، أعطيته تسخين يتحول إلى سائل، يتحول إلى ماء. ممتازين. السؤال الثاني يا شباب، كيف تغير حرارة المادة الصلبة؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ أنا عندي مادة صلبة أعطيتها حرارة، ها تتحول لإيه؟ أشكرك بطل، ممتاز. تتحول إلى المادة الصلبة ده تتحول إلى مادة سائلة. ممتازين يا أبطال. يبقى أنا ما زلت إن أنا أدرس كيف تتحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة عن طريق إن أنا أعطيها حرارة. يلا نكمل مع بعض. السؤال الحين، مين يا شباب يقدر يوصف لي ما حدث للكاسة هذه، الصورة هذه؟ مين يقدر يوصف وش اللي صار عليها؟ وش اللي صار عندي؟ ها، وليش تكونت قطرات مي على الكوب الزجاجي هذا؟ ها، مين يا شباب يقدر يقول؟ يعني أنا الحين يا شباب معي كاسة مي، الكاسة هذه باردة وتركتها في الجو شوي، بعد فترة باجي عليها تجمع حواليها زي قطرات من المية في الشكل الخارجي بتاعها كده، لماذا؟ ها يا شباب وإيش اسم العملية هذه؟ يبقى أنا الحين، أحسنتم صحيح، العملية الجديدة اللي ظهرت عندي اسمها عملية تكثف. يعني إيه التكثف؟ بتبتدي المادة الهواء اللي موجود في الغرفة عندي حوالين الكوب بتاعي يبرد، اللي هو يمتص حرارة من الكوب البارد اللي عندي، وبعد ما يمتص حرارة يبتدي يتجمع على هيئة قطرات مية. أبسط مثال عندي، أنا لما بطلع القارورة المية بتاعتي هادي بالشكل هذا، أول ما طلعها من الثلاجة بتكون باردة، بعد فترة بلاحظ إنها اتجمعت عليها قطرات مية. ليش هذا حدث؟ ممتازين. بدأ الهواء اللي موجود في الغرفة عندي يتجمع حواليها بالشكل هذا ويبرد، يمتص حرارة منها ويبرد، وبعد ما يبرد يتجمع على هيئة ايه ما يسمى ببخار المية او التكثف، ويظهر بشكل واضح. يبقى نكتب مع بعض كده اهو، عرف عرف التكثف. يبقى يتكثف المادة عندما يبرد بخار الماء. يعني أنا الحين عندي عمليتين عكس بعض، التكثف والتبخر. لكن مين يقدر يجاوب إيش الفرق ما بينهم يا شباب؟ وإيش الفرق ما بين التكثف والتبخر؟ التكثف المادة تكون باردة، لكن التبخر المادة تكون درجة حرارتها مرتفعة. يبقى النهاردة يا شباب درسنا مع بعض التكثف والتبخر وعملية الانصهار وعملية، ناخد عملية كمان اللي عملية ايه؟ التبريد. يلا شباب، ها مين يقول لي الشكل الامامي هذا؟ هل الشمعة هذه بالشكل اللي هي موجودة فيه، هل هي في حالة صلبة ولا في حالة سائلة؟ طبعا في الشكل الموجود فيه هي في الحالة الصلبة، أي بمعنى إن الشمع نفسه بيكون سائل لكن يحصل له عملية تجمد. يبقى التجمد تتحول المادة من الشكل السائل إلى الشكل الصلب. يبقى يكتب كده، عرف التجمد. يبقى التجمد تتحول المادة من الشكل البارد بتاعي بالشكل السائل إلى شكل صلب. يبقى التجمد تتحول المادة من سائل إلى
صل. دايما دايما نفتكر دايما التجمد هذا. ابسط مثال فيه، انا لو بحط قاروره ميه او زجاجه ميه داخل الفريزر، بيحصل لها ايه؟ تتحول من سائل لصلب. الشمعه هذه هي بتكون سائل، بعد فتره بيتحول الى شكل الصلب بتاعها. طيب مين يجاوب معي يا شباب؟ ماذا يحدث للماء عندما يبرد؟ الماء يبرد، تنخفض درجه حرارته، تنخفض درجه حرارته، ها يتحول لسائل، يتحول لغاز، يتحول لصلب. مين يقدر يجاوب؟ بطل، ابطال، ابطال كلكم. يبقى المويه اول ما يبرد، المويه اول ما يبرد يتحول اول حاجه ان هو يتجمد ويتحول الى صلب، حاله صلبه بقى خلاص عندي. يبقى اليوم يا شباب درسنا كيف المادة عمالة تتغير من صلب لسائل لغاز. أنا لو عندي قطعة واحدة من الثلج ورفعت عليها درجة الحرارة بتحول إلى الشكل السائل، السائل هذا لو بعطيه درجة حرارة عالية كمان بيتحول إلى الشكل الغاز. طيب ينفع إن الغاز مرة أخرى يتحول لسائل وصلب؟ أمثلة كثيرة. المادة ما المادة مو بثابتة، إنما تتغير من شكل لآخر. أتمنى درس اليوم يكون سهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.